السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، اهلا بكم مرة تانية مع ريفيجن 1. المراجعة الاولى اللي مديها لي كتاب المعاصر في صفحة 175. طبعا مديني تمرينات، والتمرينات دي على الوحدات الثلاثة الاولى والثانية والثالثة، وكمان فيها مديني درس بسيط كده عنوانه Come to Canada. Come to Canada يعني تعالى الى كندا. تعالوا نبدأ، بس قبل ما نبتدي يلا لو ما كنتش مشترك في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. طبعا في صفحة 175 مديني تدريبات على الثلاث وحدات الاولى General Exercises، ودي Review 1. تعال نشوف كده اول سؤال معانا، بيقول listen and check take the words with long vowels. يعني الكلمات اللي فيها صوت طويل، long vowels حبايبي يعني اصوات طويله. تعال نشوف اول كلمه، كلمه snails. snails هتقول لها مستر دي فيها long a فبالتالي هعلم عليها. طب bat، لا دي short يا مستر bat. cry هتقول له دي long i يبقى لازم اعلم عليها. candy كاندي هتقولي لا الاي هنا شورت. طب سكيت، سكيت ايوه برافو عليكم دي لونج اي فعلم عليها. فيش، فيش هتقولي لا دي شورت اي. يبقى انا كده علمت على اللونج فاولز الاصوات الطويله. تعالى حبايبي كده نشوف السؤال الثاني، وهو عباره عن توصيل. نمبر 1 بيقول من وير جلابيز، يعني حبايبي الرجال بيرتدوا جلابيه. طبعا قلنا في المناسبات الخاصه، فلازم اقول at special festivals. تاني at special festivals يعني في المناسبات او في الاعياد او في المهرجانات الخاصة، فبالتالي هكتب على ايه one. number two بقول toxic means، طبعا حبايبي قلنا toxic دي معناها سام، ومعنى سام يعني معناها سيء للاكل او للتنفس، فبالتالي هقول very bad to eat or breathe يعني سيء جدا انك تاكله او تتنفسه، فبالتالي هكتب عليها two. نمبر 3 بيقول it's very hot and dry يعني الجو حر وكمان جاف. فين حبايبي؟ هتقول in the desert يعني في الصحراء. نمبر 4 بيقول a canal is، طبعا القناة دي عبارة عن ايه؟ a waterway made by humans يعني ممر مائي مصنوع بواسطة البشر، يبقى هكتب على دي 4 لان قلنا حبايبي في حاجة اسمها channel. شانل دي نفس الكلام، هي برضو ممر مائي بس ده طبيعي حبايبي يعني مش من صنع البشر. تعالوا نشوف يلا الاختيارات اللي في السؤال التاني. بيقول I'd like rice please. قلت حبايبي طالما في الاختيارات A و N و some و any لازم ابص اول حاجة على الاسم. الاسم حبايبي رايس، رايس اسم لا يعد برافو عليكم، فبالتالي ما ينفعش A ولا ينفع any. بقى لي some و any، هتقول له كده هبص النوع الجملة، الجملة دي جملة مثبتة ايوه يبقى هاخد some. I would like some rice. number 2 بقول I'm very good playing football. هتقول لها مستر good بتاعه حرف الجر at، يبقى I'm very good at playing football. number 3 بقول he is very bad at، قلنا bad at و good at و great at و better at كل ده بيجي وراه verb plus ing يبقى cooking. number 4 بقول we like to our grandmother on Mondays. طبعا like to بيجي وراها مصدر، فاذا هقول we like to visit. تاني we like to visit our grandmother. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال الترقيم. بيقولي I live in Cairo، اكيد هقول I capital عشان في اول الكلام. live طبعا ما فيهاش اي حاجة، ان برضو ما فيهاش حاجة، هتقولي بس كايرو فيها لان دي اسم بلد، فبالتالي C capital وفي الاخر حبايبي فلسطين. تعالوا نشوف الموضوع بتاعنا بقى، وهو come to Canada، تعالى لكندا، دعوة للزيارة لكندا. تعالوا نشوف يلا اهم الفوكابولري اللي هو مديها لي. اول كلمة حبايبي كلمة bear. bear bear يعني دب. maple leaf maple leaf maple leaf leaf maple leaf يعني ورقة اشجار القيقب. maple syrup maple syrup maple syrup ده شراب نبات القيقب. totem pole totem pole totem pole totem pole ده عمود منحوت مزين برسوم توتمية. طبعا رسوم توتمية حاجة شكل الديانات كده اللي احنا عارفينها بيرسموا فيها رسومات معينة. تعال نشوف الاكسترا فوكابولاري اللي هو مدهالي. عندنا كلمة capital capital يعني عاصمة. flag flag يعني علم. sculptures sculptures قلنا تماثيل منحوتة او منحوتات. together together يعني معا. pancakes pancakes قلنا عن فطائر. leather
leather يعني جلد, gloves gloves يعني قفازات, traditional traditional يعني تقليدي, كندا كندا, اوتاوا اوتاوا ودي عاصمة كندا, bright bright يعني فاتح اللون, local local يعني محلي, landscapes 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 حبيبي معناها مناظر طبيعية, uniform uniform يعني زي موحد, brim 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 يعني حافة, stripe 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 يعني شريط. طبعا اهم الاكسبريشنز والبربوزيشنز اللي هم مديها لي to protect to protect لحماية او لكي يحمي, to keep warm to keep warm يعني للحفاظ على الدفء. تعالوا نشوف يلا موضوعنا, بقول لي look listen and breathe. Hi I am Maisie I am Maisie I'm from Canada يعني انا من كندا. طبعا I'm from يعني انا من, and I love my country, love يعني بحب, my country يعني بلدي. I'm going to tell you some special things about it, هقول لك حاجات مميزة فيه. Here we go, يلا بينا. Canada is north of North America and its capital is Ottawa. قال ان كندا دي بتقع في شمال امريكا الشمالية, North America حبيبي اللي هي امريكا الشمالية, طبعا ان capital A capital, و north of معناها شمال, يبقى شمال امريكا الشمالية, and its capital is Ottawa, وطبعا عاصمتها اوتاوا. It's the second largest country in the world, طبعا دي اكبر تاني دولة في العالم. طبعا عارفين اكبر دولة في العالم مين حبيبي؟ روسيا. روسيا حبيبي اللي هي روسيا, تاني روسيا اللي هي روسيا. After Russia after Russia يعني بعد روسيا. Bullet has a really cool red and white flag, عندها علم جميل كده احمر على ابيض, with a maple leaf with a maple leaf يعني فيه ورقة نبات القيقب. On it عليه طبعا totem poles totem poles which are sculptures are very important to us, طبعا بيقول لي أعمدة التوتم دي مهمة جدا بالنسبة لنا. You can find them around Canada, تلاقيها في كل أنحاء كندا. They are about families in each place and tell stories about the people who live there, طبعا بتبقى عن الأسر اللي هناك وبتحكي حكايات عن الناس اللي عايشة في الأماكن دي. They are painted in bright colors, طبعا متلونة بألوان زاهية. And are art history and a story all together, طبعا بيعتبر فن وتاريخ ورواية وقصة كل ده مع بعض. Here in Canada يعني هنا في كندا, we have lots of different landscapes, عندنا مناظر طبيعية كتير مختلفة. And climates climates يعني مناخ. Some parts of Canada are very cold, يعني بعض أجزاء كندا حبيبي برد جدا. Some are warm وبعضها دافي. I love Canada's bears, يعني أنا بحب حبيبي الدب الكندي. They live in the cold woods and they are very beautiful, بتعيش طبعا في الغابات الباردة وجميلة جدا. But they're a bit scary because they're very big, لكنها مخيفة طبعا, a bit scary يعني مخيفة إلى حد ما لأنها كبيرة. And sometimes very hungry, وساعات حبيبي بتبقى جعانة. The last thing I wanted to tell you about is, بقول لي آخر حاجة عايز أقولها لكم عنها, maple syrup, طبعا شراب نبات القيقب. It's sweet, طعمه حلو, and very nice, وجميل جدا. And we eat it on pancakes, يعني بناكله على البانكيكس. For breakfast a lot, ده بيبقى على الفطار. You have to try it, انت لازم تجربه. So that's my amazing country, يبقى دي بلدنا. Tell me about your country and what you love about it, يلا قولينا عن بلدك وبتحب فيها ايه. طبعا لو شفنا الاسئلة اللي تحت بيقول Maisie is from, طبعا is from Canada. It's the first largest country in the world, خلي بالك it's the first الاول, احنا قلنا كندا التاني لكن مين الاول؟ Russia روسيا حبايبي اللي هي روسيا. تعال حبايبي بنشوف Maisie بتقابلنا مرة تانية, بتقول Hi it's Maisie again. One more thing I want to tell you about is our police. في حاجة نسيت أقولكوا عليها وهو البوليس بتاعنا. They're very kind and help keep us all safe. طبعا طيبين جدا وبيساعدونا نخلينا كلنا في أمان. They have an awesome uniform. عندهم زي رائع جدا too. They wear it on special days. يعني بيلبسوه في أيام مميزة وأيام مخصوصة. طبعا مديني منظره حبيبي بيقول لي
First of all, they wear a light brown leather hat. بيقول لي ان هما بيلبسوا كده قبعة، والقبعة دي لونها بني فاتح وجلد كمان. It has a wide brim. يعني ليها حبايبي حافة عريضة. To protect their faces from the sun. عشان تحمي طبعا وجوههم من الشمس. Then they have a beautiful red jacket with a dark brown leather belt and long dark brown leather gloves. بيقول لي ان هما بيلبسوا جاكيت لونه احمر، وكمان في حزام جميل كده لونه بني غامق، وكمان بيلبسوا قفازات لونها بني غامق مصنوعة من الجلد. Their pants are dark blue and have a yellow stripe down the side. بيقول لي ان البنطلون بتاعهم حبايبي ازرق غامق. طب وفي ايه كمان؟ قال لي في شريط كده اصفر في الجنب، down the side يعني من الجنب. Their boots are dark brown leather too. بيقول لي ان الجزمة برقبة بتاعتهم، جزمة برقبة طويلة كده، قال لي بني غامق مصنوعة من الجلد. On normal days their uniform is quite different. They wear a gray shirt, dark blue pants and a hat. الله، في الايام المعتادة بقى حبايبي بيبقى لبسهم طبعا مختلف عن كده، يعني اللبس اللي احنا شايفينه ده بيلبسوه في ايام مخصوصة كده، لكن اللبس بتاعهم الطبيعي ان هم بيلبسوا قميص لونه رمادي، dark blue pants وبنطلون لونه ازرق غامق، and a hat وقبعة. And the colder parts of Canada, they wear a very thick coat to keep warm. طبعا في الأجزاء الباردة من كندا بيلبسوا بلطو أو معطف كده سميك عشان يحافظ على دفئهم. تعال حبايبي نشوف الأسئلة اللي تحت. أول واحد من دوني بيقول What does Maisie tell us in the text? طبعا she tells us about police in Canada. عن البوليس في كندا. بيقول What protects police from the sun? اللي بيحميهم بقى حبايبي؟ طبعا هقول the wide brim، الحافة العريضة هي اللي بتحمي وجوههم حبايبي من الشمس. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. واللي مش متابعنا من الاول يدخل على قوائم التشغيل، هيلاقي الخامس 2023 عليه كل حاجة خاصة بمنهج كونكت الجديد. لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، واستنانا في الحلقة الجاية مع اول درس في الوحدة الرابعة ان شاء الله. جود باي، السلام عليكم.